بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج المعجزة الكبرى. كنا قد انتهينا في الحلقة السابقة عند بعد إعجازي يتعلق بمجموع الحروف المكونة للنص القرآني، وكنا قد تعرضنا لعدة نصوص ورأينا فيها كيف أن السر المتعلق بمجموع الحروف المكون لها يتعلق بعمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ورأينا كيف أن سورة نوح مكونة من 950 حرفا مرسوما دون زيادة أو نقصان، وذلك بما يطابق مطابقة كاملة المدة التي لبثها عليه السلام في قومه. وكنا قد بينا كيف أنه عند كل حرف هناك حد جديد من المعنى والدلالات، وبينا في المعادلات المتعلقة بعمر النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن سمت الخطاب حينما يكون من زاوية إلقاء الضوء على مهامه للناس كافة هناك حدود، ومن زاوية من الله تعالى على المؤمنين بأن بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم هناك حدود أخرى، ورأينا هذه الأمثلة بشكل واضح وجلي. وهذا يؤكد لنا أنه عند كل حرف من حروف كتاب الله سبحانه وتعالى هناك حد من المعنى والدلالات، علينا أن نتدبر ذلك وأن نقف عند المعنى الذي تحمله الصياغة اللغوية للنص القرآني، وليس ما هو موجود في فكرنا وما هو موجود في موروثنا. القرآن الكريم هو المعيار لكل ما هو دونه. الآن سنتابع بعض الأمثلة، طبعا كما قلت الأمثلة كثيرة، لكن سأعطي بعض الأمثلة وبسرعة لنرى أن هذا هو بعد إعجازي يحمله كتاب الله سبحانه وتعالى في كل نص من نصوصه، ولكن علينا أن نعلم السر الذي يصوره النص القرآني لكي نستطيع الربط بين هذا السر وبين مجموع الحروف المكونة لهذا النص. سألقي الآن أو سأقرأ عليكم الآن مجموعة من الجمل القرآنية، كل منها مكون من 33 حرفا يشير إلى سني لبث عيسى عليه السلام قبل أن يرفعه الله تعالى إلى السماء. لنقرأ. يقول تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. هذا النص يساوي 33 حرفا. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن، 33 حرف. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا، 33 حرف. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، 33 حرف. ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، 33 حرف. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، 33 حرف. وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون، 33 حرف. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، 33 حرف. وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات، 33 حرف. فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين، 33 حرف. إذن أمثلة كثيرة، يعني فقط أنا أود أن ألقي الضوء على بعض النصوص كإشارات لنرى كيف أن مجموعة حروف النص القرآني ليس عبثا، هو لحكمة إلهية وهو محسوب بحكمة إلهية تشير إلى السر الذي يصفه ويصوره هذا النص. وأعود فأقول علينا أن نقف عند حدود المعنى والدلالات بشكل صحيح سليم. اسمحوا لي أن أعرض عليكم المثال التالي لتتبين هذه الحقيقة لنا بشكل جلي. يقول سبحانه وتعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل. أنا اسمح لي أن أقف عند كلمة بل. إذن أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، هو يستفسر عن كيفية إحياء، عن كيفية إحياء الموتى. ولنا وقفة مع هذه الآيات الكريمة لاحقا إن شاء الله
سبحانه وتعالى حينما تعرض للمعجزة العددية المتعلقة بالقيم العددية للحروف المستنبطة من كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الرجل يستفسر عن كيفية إحياء الموتى. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. هو هكذا يتخيل. قال بل لبثت 100 عام. هنا يأتي الرد الإلهي لنرى. قال بل، عند كلمة بل هناك نفي لكل ما كان يتصوره هذا الرجل، هناك نفي لقوله قال لبثت يوما أو بعض يوم، نفي لكل ذلك. يعني كلمة بل هنا تنفي ما يعتقده هذا الرجل عن الفترة التي لبثها، التي لبثها أثناء موته. إذن كلمة بل هنا نفي لكل ما كان يعتقده هذا الرجل عن المدة التي لبثها أثناء موته والتي هي 100 عام. بعد كلمة بل نرى نصا إلهيا يبدأ بكلمة لبثت. هذا النص يلقي الضوء على هذه الفترة التي هي 100 سنة. يعني عند كلمة لبثت هناك حد جديد من المعنى والدلالات يلقي الضوء على هذه المدة الزمنية. لنقرأ. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام. إذن قلنا عند كلمة بل انتهى النص القرآني الذي يرد على تخيله بأنه لبث يوما أو بعض يوم. وكلمة لبثت تبدأ حدا جديدا من المعنى والدلالات يلقي الضوء على هذه المدة الزمنية. لذلك نرى أن النص القرآني الذي يبدأ بكلمة لبثت يتكون طبعا، والذي إلى نهايته بحيث يلقي الضوء على هذه المدة، يتكون من 100 حرف، كل حرف يقابل عاما من هذه الأعوام. يقول تعالى لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة. إلى كلمة لحمة النص مكون من 100 حرف، كل حرف يقابل عاما من تلك الأعوام. الآن بعد كلمة لحمة هناك حد من المعنى والدلالات لا علاقة له بهذه الفترة الزمنية. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. إذن النص القرآني الذي يلقي الضوء على جوهر مدة اللبث التي هي 100 عام، نرى أن هذا النص مكون من 100 حرف، كل حرف يشير إلى عام من تلك الأعوام. وهنا أعود فأقول، يعني علينا أن نقف عند حدود الدلالات بشكل صحيح وسليم، وأن لا نخضع دلالات النص القرآني لتصوراتنا المسبقة الصنع. علينا أن نفعل عكس ذلك، أن نخضع تصوراتنا إلى ما يحمله كتاب الله سبحانه وتعالى من أدلة ومعاني. والأمثلة كثيرة، يعني أنا لا أريد أن أكرر، الأمثلة التي تبين هذا البعد الإعجازي كثيرة في هذا الباب. الآن لننتقل إلى شرح بعد إعجازي آخر. نتذكر عندما تكلمنا عن الجمل القرآنية المتناظرة في عدد الكلمات، هنا سندخل بهذا البعد ولكن بالنسبة للحروف. لكن علينا أن نعلم أن القضية المتعلقة بالحروف هي أعمق بكثير منها في الكلمات. لماذا؟ لأن الحرف هو لبنة مكونة للكلمة، ونحن نعلم أننا عندما نتجه بالاتجاه الأعمق كلما نتجه باتجاه أبعد في الإعجاز العددي. يعني قضية الحروف أعمق من قضية الكلمات. لماذا؟ لأن الحروف مكونة لهذه الكلمات. وسنرى لاحقا بإذن الله سبحانه وتعالى أن البعد المتعلق بالقيم العددية أعمق من هذا البعد المتعلق بالحروف. إذن سنبدأ إن شاء الله تعالى بعد الفاصل بتبيان البعد الإعجازي المتعلق بالتناظر بين الأركان المتناظرة
بالنسبة للحروف، بالنسبة للحروف، ولنرى كيف أن الركنين المتناظرين تماما، بحيث يلقى الضوء على مركز هذا الركن يرتسمان، أن هذين الركنين يرتسمان في كتاب الله سبحانه وتعالى وفق عدد من الحروف، بحيث يساوي عدد حروف الركن الأول عدد حروف الركن الثاني، وقد بينا ذلك سابقا. ولنرى أيضا كيف أنه عند إلقاء الضوء من زاوية ما، من زاوية ما على هذين الركنين، كيف أن عدد حروف الركن الذي يلقى الضوء من زاويته يتفاضل عن عدد حروف الركن الآخر. وأعود فأقول أنا اخترت التفاضل بدرجة واحدة للتبسيط ولإيصال هذه الفكرة إلى الناس، ولا أقول أن التفاضل لا يكون إلا بدرجة واحدة، ولكن لتبسيط الفكرة. يعني أنتم تعلمون أن نحن بشرحنا لهذه النظرية العددية نوجه كلامنا للجميع، لكل المستويات الفكرية والثقافية المختلفة في المجتمع. لذلك أنا يطلب مني أن أبسط قدر الإمكان. إذن كما قلنا الأركان المتناظرة في المعنى والدلالات ترتسم حروفها بشكل متساو تماما، بحيث يكون عدد حروف الركن الأول يساوي عدد حروف الركن الثاني، بينما الأركان المتفاضلة، بمعنى أنه عندما يلقى الضوء من زاوية مثلا للركن الأول نرى أنه يتفاضل عن الركن الثاني بدرجة أو العكس. وكنت قد بينت ذلك في مثال سابق، أعود فأكرر ذات المثال. نظرنا إلى حياة الإنسان مثلا، إلى حياة الإنسان، وألقينا الضوء على مركز أو على جوهر الإنسان، على الهدف الذي أتى من خلاله الإنسان، لرأينا أن المرأة والرجل عبارة عن ركنين متناظرين تماما. لماذا؟ لأننا نلقي الضوء على جوهر الإنسان بزوجيه الرجل والمرأة. لكن لو ألقينا الضوء من زاوية ما على هذه المسألة ذاتها، على مسألة الإنسان، لو ألقينا الضوء من زاوية مثلا القوة الجسدية والقوامة يعني نرى أن الرجل يتفاضل درجة عن المرأة، لأنه أقوى جسديا، لأنه هو المسؤول عن الإنفاق. الآن لو ألقينا الضوء، لو ألقينا الضوء على هذه القضية التي قضية الإنسان من زاوية العاطفة وتربية الأطفال والتربية وكل ما تتميز به المرأة، لرأينا أن المرأة تتفاضل عن الرجل. إذن أحيانا في بعض الأركان المتفاضلة قد يكون الركن الزائد يعني المتفاضل عن ركن آخر هو ركن، هو في معادلة أخرى ركن متناظر تماما، وقد يكون في معادلة ثالثة هناك ركن آخر يتفاضل عنه يعني أكثر منه. القضية تتعلق بالسياق القرآني المحيط، لأنني بإذن الله سبحانه وتعالى سأقف عند هذا البعد، يعني سأحاول أن أعطي هذا البعد حقه لأنه أراه بعدا هاما جدا، وسنرى أننا نستطيع من خلال هذا البعد الإعجازي أحيانا أن نصل إلى دلالات ما كنا لنصلها لولا الإشارات العددية الموجودة في هذا البعد الإعجازي. إذن بعد الفاصل إن شاء الله سبحانه وتعالى سننطلق إلى تبيان حقيقة إعجازية مفادها أن الجمل القرآنية المتناظرة يكون عدد الحروف بينها بحيث يكون الركن الأول يساوي الركن الثاني تماما، الأركان المتفاضلة يكون الركن المتفاضل يعني الذي يلقى الضوء من زاويته يتفاضل درجة، بمعنى أن عدد حروفه أكثر بحرف من عدد حروف الركن الثاني. انتظرونا بعد الفاصل. بينا قبل الفاصل البعد الإعجازي الذي ستتحدث عنه إن شاء الله سبحانه وتعالى بما فيه الكفاية. اسمحوا لي الآن أن أدخل في الأمثلة مباشرة. لو نظرنا إلى قوله تعالى في سورة البقرة
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذه آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. الآن نظرنا إلى هذه الآية الكريمة ووقفنا عند كلمة فيه، يعني لو قلنا ذلك الكتاب لا ريب فيه، لو وقفنا هنا اكتمل المعنى. هذا الكتاب لا ريب فيه، هذه الجملة المجتزأة من هذه الآية الكريمة تتكون من ركنين متناظرين تماما. ما هما هذان الركنان؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب يعني القرآن، لا ريب فيه يعني لا يأتيه الريب. ما بين هذين الركنين هناك تناظر تام في المعنى والدلالات. بمعنى ذلك الكتاب يعني هذا القرآن لا يأتيه الريب، ومن جهة أخرى لا يوجد على وجه الأرض كتاب لا يأتيه الريب إلا هذا الكتاب الذي هو القرآن الكريم. إذا نحن أمام مسألة بركنين متناظرين تماما، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذا الكتاب لا يأتيه الريب، ولا يوجد كتاب على وجه الأرض لا يأتيه الريب إلا هذا الكتاب. لذلك تتجلى عظمة الإعجاز القرآني بأن عدد الحروف المكونة لكل ركن تساوي بالضبط عدد الحروف المكونة للركن الثاني. ذلك الكتاب 8 حروف، لا ريب فيه 8 حروف. وهنا كلمة فيه نرى أنها تأتي لتنفي عنه الريب. ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني إن وقفنا هنا عند كلمة فيه تتعلق بنفي الريب عن كتاب الله سبحانه وتعالى. الآن لو أخذنا الآية بشكل كامل، لو قلنا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين، هذه الآية كاملة تتكون أيضا من ركنين متناظرين تماما. لو قلنا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هذا الكتاب الذي لا يأتيه الريب يصلح أن يكون هدى للمتقين، ومن جهة أخرى فإن الهدى الذي يبحث عنه المتقون أين موجود؟ في هذا الكتاب. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لذلك تتجلى عظمة الإعجاز الإلهي بأن الركن الأول مكون من 13 حرف والركن الثاني من 13 حرف. ذلك الكتاب لا ريب 13 حرف مرسوم، فيه هدى للمتقين 13 حرف مرسوم. وهنا بهذه القراءة الجديدة نرى أن كلمة فيه أخذت بعدا آخر من المعنى والدلالات. ذلك الكتاب لا ريب، وقفنا هنا، فيه هدى للمتقين، أتت لتؤكد أنه يوجد فيه هدى للمتقين. بينما في القراءة الأولى ذلك الكتاب لا ريب فيه إن وقفنا هنا أتت لتنفي عنه الريب. من هنا نقول عند كل حرف هناك حد جديد من المعنى والدلالات. فالقراءة ذلك الكتاب لا ريب فيه تعطي دلالة، والقراءة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين تعطي دلالة أخرى. لنأخذ مثالا آخر، يقول سبحانه وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. هذه جملة بسيطة لكننا نراها تصور لنا مسألة بركنين متناظرين تماما. من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. طاعة الرسول تؤدي إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، ومن جهة أخرى طاعة الله سبحانه وتعالى تؤدي إلى طاعة، لأن الرسول هو يحمل منهج الله سبحانه وتعالى. لذلك تتجلى عظمة الإعجاز بأن عدد حروف الركن الأول من يطيع الرسول هو 11 حرف، فقد أطاع الله 11 حرف. إذا نحن أمام مسألة بركنين متناظرين تماما، نرى أن هذا التناظر في المعنى والدلالات ينعكس تناظرا في مجموع الحروف المكونة لهذين الركنين. وهنا أود أن أقف قليلا عند هذه القضية، اسمحوا لي. نرى أنه يقول من يطيع الرسول، يعني حامل رسالة من السماء، يعني كي لا يتاجر بعضهم بهذه الجملة نقول الله تعالى يقول من يطع الرسول، وسنرى لاحقا أن أمر الطاعة في كل النص القرآني يأتي متعلقا بصفة الرسالة حصرا، لأنه ما هو الرسول؟ الرسول هو حامل لرسالة من عند مرسل، المرسل هو الله سبحانه وتعالى. إذا من يطع الرسول يعني من يلتزم بمنهج الرسالة التي يعملها الرسول هو في الفعل فقد أطاع الله، وطاعة الله تقتضي طاعة الرسول. لنأخذ مثالا آخر، يقول تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار.
هنا أيضا نرى أننا أمام ركنين متناظرين لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وهنا أود أن أقف عند لفتة لغوية، لم يقل سبحانه وتعالى لا تدركونه ببصركم، لا، لا تدركه الأبصار، والأبصار هي نهايات الرؤى والتعقل التي يمتلكها الإنسان. يعني حتى نهايات الرؤى والتعقل عندكم لا تدركه جل وعلا وهو يدرك هذه النهايات. ننظر إلى عظمة هذا التوازن بين هذين الركنين في جملة بسيطة من كتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك نرى أن هذا التوازن ينعكس توازنا في القيم العددية المكونة لهذين الركنين. لذلك لا تدركه الأبصار مجموع الحروف يساوي بالضبط مجموع الحروف وهو يدرك الأبصار. لا تدركه الأبصار 13 حرف وهو يدرك الأبصار 13 حرف. أيضا لنأخذ مثالا آخر، يقول تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. وكنا قد وقفنا قليلا عند هذا النص عندما شرحنا كلمة الآن، وقلنا آنذاك أن كلمة الآن هنا ليست متعلقة بحد من الزمان والمكان، وشرحنا ذلك جيدا. يعني الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، يعني علم الله تعالى الكاشف أزلا الذي يعلمه الله سبحانه وتعالى أزلا قبل أن يخلق البشر، هذا العلم يتعلق به الحد القرآني الآن خفف الله عنكم، يتعلق به هذا الحكم. لذلك نحن أمام ركنين متناظرين تماما، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، يعني هذا التخفيف نتيجة علم الله سبحانه وتعالى الكاشف أزلا، وعلم الله تعالى الكاشف أزلا هو الذي أدى إلى هذا التخفيف. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، يعني هذا التخفيف كان ناتجا عن علم الله تعالى الكاشف أزلا، وعلم الله تعالى الكاشف أزلا هو الذي أدى إلى هذا التخفيف. لذلك نحن أمام مسألة بركنين متناظرين تماما. لذلك يتجلى الإعجاز الإلهي بأن عدد الحروف في الركن الأول يساوي عدد الحروف في الركن الثاني. الآن خفف الله عنكم 14 حرف وعلم أن فيكم ضعفا 14 حرف. أيضا لنأخذ مثالا آخر، نأخذ مثالا بسيطا، يعني مجموعة كلمات بسيطة فقط لنشرح هذا البعد الإعجازي، ثم بعد ذلك ندخل في الأمثلة الأكبر. يقول تعالى: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. كشف الغطاء أدى إلى أن يكون البصر حديدا، وما كان البصر ليكون حديدا لولا أن كشف الله تعالى عنه هذا الغطاء. واضح أننا أمام مسألة بركنين متناظرين تماما. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فكشفنا عنك غطاءك، كشف الغطاء أدى إلى أن البصر يصبح حديدا، فبصرك اليوم حديد، وما كان البصر ليكون حديدا لولا كشف هذا الغطاء. لذلك نحن أمام مسألة بركنين متناظرين تماما. كل ركن يتكون من عدد حروف يساوي بالضبط عدد الحروف التي يتكون منها الركن الثاني. فكشفنا عنك غطاءك 14 حرف فبصرك اليوم حديد 14 حرف. أيضا لنأخذ مثالا آخر في جمل أكبر قليلا، يقول سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. هذه الآية الكريمة نرى فيها مسألة مكونة من ركنين متناظرين تماما. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، هذا الركن مكون من 38 حرف. إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون 38 حرف. التناظر واضح وليس بحاجة أصلا إلى شرح، لكن لو نظرنا في هذه المسألة ذاتها لرأينا في قلبها مسألة أخرى، وحدود المعنى والدلالات تؤكد هذه الحقيقة. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا 27 حرف، لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله 27 حرف. إذن كون المسألة الواحدة تتكون من ركنين متناظرين لا يعني أنه لا يوجد بداخلها أركان متناظرة، لا يعني أنه في كل ركن توجد جمل تتعلق مع أركان أخرى كما سنرى. يعني حدود أبعاد هذا البعد الإعجازي لا نستطيع أن نحيط به نحن البشر،
لكن كما قلت لكم أنا آتي بأمثلة بسيطة لكي أشرح هذا البعد الإعجازي. لنأخذ مثالا آخر. يقول تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. الآن لو أخذنا من هذه الآية الكريمة إنني أنا الله تقتضي لا إله إلا أنا، والعبارة لا إله إلا أنا تقتضي إنني أنا الله. إذن إنني أنا الله تقتضي لا إله إلا أنا، لأنه الله يقتضي أنه لا إله إلا هو، والعبارة لا إله إلا أنا تقتضي إنني أنا الله. إذن نحن أمام ركنين متناظرين بنسبة 100%. يتجلى الإعجاز القرآني بأنه العبارة إنني أنا الله مكون من 11 حرف، لا إله إلا أنا تكون من 11 حرف. واضح الإعجاز في القضية، إنني أنا الله لا إله إلا أنا. نحن أمام مسألة متناظرة بنسبة 100%. إنني أنا الله لا إله إلا أنا، إنني أنا الله 11 حرف، لا إله إلا أنا 11 حرف. الآن لو جمعنا هذه المسألة بركنيها، يعني إنني أنا الله لا إله إلا أنا، لرأيناها الركن الأول في مسألة، ركنها الثاني هو بقية الآية الكريمة. ذلك إنني أنا الله لا إله إلا أنا 22 حرف، فاعبدني وأقم الصلاة لذكري مكونة 22 حرف. لننظر كيف أن مجموع الحروف في النص القرآني معجزة عظيمة لم يلتفت إليها السابقون للأسف. يعني هذه الأعماق الإعجازية لو تم التدبر فيها سابقا منذ قرون لوصلنا إلى نتائج كبيرة الآن عبر هذه القرون الطويلة من التدبر والبحث. إنني أنا الله تقابل لا إله إلا أنا 11 حرف. الآن إنني أنا الله لا إله إلا أنا 22 حرف، فاعبدني وأقم الصلاة لذكر 22 حرف، لأنها بالفعل مسألة مكونة من ركنين متناظرين. إنني أنا الله لا إله إلا أنا تقتضي العبادة وإقامة الصلاة لله، فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. والعبادة وإقامة الصلاة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه إنني أنا الله لا إله إلا أنا، سبحان الله. إذن دخول الجملة القرآنية في معادلة في ركنين متناظرين لا يمنع من دخولها في لا نهاية من المعادلات كما سنرى لاحقا إن شاء الله سبحانه وتعالى. ولنأخذ مثالا آخر. يقول سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيد يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ نحن أمام مجموعة من الجمل القرآنية، لنقف عند حدود المعنى والدلالات في هذه الجمل القرآنية ولنتدبر المعنى، لأنه كما قلنا مجموع الحروف يتعلق بالسر الذي يحمله النص، والسر يتعلق بالمعنى والدلالات التي يحملها هذا النص. الآن لو أخذنا الجملة: ألهم أرجل يمشون بها؟ ألهم أرجل يمشون بها؟ نرى أننا أمام ركنين متناظرين تماما. ألهم أرجل يمشون بها؟ الأرجل خلقت للمشي، والمشي لا يكون إلا من خلال الأرجل. الأرجل خلقت للمشي، والمشي لا يكون إلا من خلال الأرجل. لذلك نحن أمام مسألة بركنين متناظرين تماما. لذلك نرى أن قوله تعالى ألهم أرجل يتكون من 8 حروف، يمشون بها يتكون أيضا من 8 حروف. الآن لو أخذنا الجملة التالية: أم لهم أعين يبصرون بها؟ الأعين خلقت للبصر، والبصر لا يكون إلا بالأعين. إذن نحن أمام مسألة بركنين متناظرين تماما. لذلك تتجلى عظمة الإعجاز الإلهي بأن عدد الحروف يتساوى ما بين هذين الركنين. أم لهم أعين 9 حروف يبصرون بها 9 حروف. أيضا الجملة القرآنية: أم لهم آذان يسمعون بها؟ الآذان خلقت للسمع، والسمع لا يكون إلا بالآذان. لذلك نحن كما قلنا أيضا هنا أمام مسألة بركنين متناظرين تماما. لذلك يتساوى عدد الحروف ما بين هذين الركنين. لذلك قوله تعالى أم لهم آذان يساوي 9 حروف يسمعون بها يساوي أيضا 9 حروف.
أما لو وقفنا الآن عند الجملة أم لهم أيد يبطشون بها، لرأينا أننا أمام مسألة ليست بركنين متناظرين كما هو الحال في الأركان السابقة التي رأيناها. أم لهم أيد يبطشون بها، هل الأيدي خلقت للبطش؟ بالتأكيد لا. وهل البطش لا يكون إلا بالأيدي؟ بالتأكيد لا. يعني بمعنى آخر، علاقة الأيدي بالبطش تختلف عن علاقة الأعين بالبصر، وعن علاقة الأذان بالسمع، وعن علاقة الأرجل بالمشي. هنا اختلفت المعادلة. أم لهم أيد يبطشون بها، الأيدي لم تخلق للبطش، والبطش له عدة أدوات، الأيدي وغير الأيدي. إذن نحن هنا أمام مسألة بركنين يتفاضل أحدهما عن الآخر. تتجلى عظمة الإعجاز بأن عدد الحروف المرسومة بين هذين الركنين يأتي أيضا متفاضلا. لذلك أم لهم أيد ثمانية حروف يبطشون بها تسعة حروف. طبعا لنرى يعني كيف أن عدد الحروف يتعلق بجوهر المعنى والدلالات المحمولة بالنصوص القرآنية. لنأخذ مثالا آخر قبل الفاصل. يقول تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، 31 حرف، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها 30 حرف. لماذا؟ لأننا أمام مسألة بركنين يتفاضل أحدهما درجة عن الثانية. يعني قوله تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، هذه العبارة تتحدث بالإطار العام عن عما سيلقاه هؤلاء من نار في الآخرة. يأتي الركن الثاني ليلقي الضوء على حالة خاصة مما سيلقاه هؤلاء في الآخرة: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. إذن واضح التفاضل ما بين هذين الركنين. الركن الأول يلقي الضوء على ما سيلقاه هؤلاء في الآخرة بشكل عام: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا بشكل عام. يأتي الركن الثاني ليلقي الضوء على حالة خاصة مما سيلقاه هؤلاء في الآخرة: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. لذلك هذا التفاضل في المعنى والدلالات نراه ينعكس تفاضلا في مجموع الحروف المكونة لهذه الأركان. لذلك كما قلنا: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا تتكون من 31 حرفا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها تتكون من 30 حرفا مرسوما. هنا قد يقول قائل: لماذا لم تدخلوا ليذوقوا العذاب مع الركن الثاني؟ يعني قد يقول قائل أو قد يرد علينا أحدهم فيقول، نقول يعني هي الجملة على الشكل التالي: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. نرد على ذلك فنقول: هذه العبارة ليذوقوا العذاب ترتبط بأي من الركنين في الوقت ذاته. يعني لو وضعناها مع الركن الثاني لقال هذا السائل: لماذا أدخلتموها في الركن الثاني ويتعلق بالركن الأول كتعلقها بالركن الثاني؟ يعني أود فأقول: أرجو أن نقف عند معنى الحدود والدلالات كما هي في كتاب الله سبحانه وتعالى، وليست كما هي في مخيلاتنا. لنخرج فاصلا ثم نعود بإذن الله سبحانه وتعالى. المشاهدون، أهلا بكم من جديد. قبل الفاصل كنا نتحدث عن مجموعة من الأمثلة تبين هذا البعد الإعجازي في كتاب الله سبحانه وتعالى. أرى أن نتابع عرض الأمثلة التي تبين ذلك. لننظر في قوله سبحانه وتعالى: وإذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. نرى مسألة كاملة بركنين يتفاضل أحدهما عن الآخر. ما هما هذان الركنان؟ يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك، تصور لنا اصطفاء مريم عليه السلام بإطاره العام.
إن الله اصطفاك وطهرك بإطاره العام، بينما الركن الثاني يلقي الضوء على اصطفائه عليه السلام مقارنة بنساء العالمين، واصطفاك على نساء العالمين. إذن الركن الأول يلقي الضوء على الاصطفاء بإطاره العام، الركن الثاني يلقي الضوء على الاصطفاء مقارنة مع نساء العالمين. لذلك نرى أن عدد الحروف المكونة لهذين الركنين أيضا يتفاضلان بذات الدرجة. لذلك يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك يتكون من 22 حرف، واصطفاك على نساء العالمين تكون من 21 حرف. أيضا هنا ربما قائل يقول لماذا يا أخي لم تدخلوا العبارة الأولى وإذ قالت الملائكة؟ نقول هذه العبارة تنتمي إلى الركنين معا، هذه العبارة تتعلق بالركن الأول كتعلقها بالركن الثاني. يعني أعود فأقول يعني من لم توجد عنده إرادة طاهرة نقية لكي يفهم حدود المعاني في كتاب الله سبحانه وتعالى فلن يصل إلى ذلك. لابد نحن أن نخضع من تصوراتنا إلى ما يحمله كتاب الله سبحانه وتعالى من معان ودلالات. الآن لنأخذ مثالا آخر، لننظر إلى الآية 94 من سورة التوبة. يقول تعالى يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم. إلى هنا النص مكون من 65 حرفا مرسوما. لنكمل وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، أيضا مكون من 65 حرفا مرسوما. والتناظر واضح، يعني الآية مكونة من مسألة بركنين متناظرين تماما. عظمة الإعجاز ليس فقط في هذا التناظر بين هذين الركنين، كل جملة من جمل أي من هذين الركنين تتعلق بتناظرات لا يعلم حدودها إلا الله سبحانه وتعالى. لننظر الآن إلى بعض التناظرات داخل هذه الآية الكريمة، وهي نقطة من بحر طبعا. قل لا تعتذروا 11 حرف، قد نبأنا الله 11 حرف. قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم 20 حرف، قد نبأنا الله من أخباركم 20 حرف. وسيرى الله عملكم ورسوله 20 حرف، فينبئكم بما كنتم تعملون 20 حرف. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم 45 حرف. وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة 45 حرف. كون الجمل تدخل في تناظر في معادلة واحدة لا يمنع أنها تدخل في ملايين معادلات مع جمل أخرى، وهذا يتبع لماذا؟ يتبع لحدود المعاني والدلالات. أيضا لنأخذ مثالا آخر نوضح هذا البعد الإعجازي في كتاب الله سبحانه وتعالى. الآية 93 من سورة الأنعام ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت وملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. هذه آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، وكنا قد بينا سابقا أن كل كلمة من كلمات هذه الآية وأي آية في كتاب الله سبحانه وتعالى تدخل، بل كل حرف يدخل في كل الأبعاد الإعجازية التي يحملها كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني تذكر مثلا أن كلمة الملائكة، يعني والملائكة باسطوا أيديهم، كلمة ملائكة تذكر في هذه الآية الكريمة، وكلمة اليوم تذكر في هذه الآية الكريمة. لنتذكر كيف أن كلمة اليوم تدخل في معادلة مثلا على كامل مساحة النص القرآني. لقد بينا كيف أن كلمة اليوم يوما المجموع هو عبارة عن 365 مرة بموافق عدد دورات الهيئات المكانية المتباين الأرض حول نفسها وهي تدور حول الشمس. وبينا أن كلمة الملائكة تناظر كلمة الشيطان 368 مرة 68 مرة، وأن كلمة الملائكة ومشتقاتها ترد 38 مرة، وكلمة الشيطان ومشتقاتها ترد أيضا 38 مرة. الآن لننظر إلى المسائل المتناظرة داخل هذه الآية الكريمة، وهي نقطة من بحر، لكن نحن ننظر فقط داخل هذه الآية الكريمة لنرى كم هناك من المسائل المتناظرة، وكيف أن هذا التناظر هو عبارة عن تجسيد
لتناظر في المعنى والدلالات. يعني عدد الحروف يعكس لنا تناظر هو في الأصل موجود في المعنى والدلالات، لكن عدد هذه الحروف عبارة عن إشارة لذلك التناظر في المعنى والدلالات. لنرى إلى بعض المسائل المتناظرة داخل هذه الآية الكريمة. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، 26 حرف. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، 26 حرف. طبعا التناظر واضح بينهما. أو قال أوحي إلي، 12 حرف. ولم يوحى إليه شيء، 12 حرف. أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، 24 حرف. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، 24 حرف. إذ الظالمون في غمرات الموت، 20 حرف. والملائكة باسطوا أيديهم، 20 حرف. باسطوا أيديهم، 12 حرف. أخرجوا أنفسكم، 12 حرف. باسطوا، 6 حروف. أيديهم، 6 حروف. أخرجوا، 6 حروف. أنفسكم، 6 حروف. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، 46 حرف. بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياتي تستكبرون، 46 حرف. طبعا نحن نعني الحرف المرسوم كما بينا وفق قواعد العد التي بيناها. إذا الجملة القرآنية ترتبط كم مرة؟ ترتبط بعدد غير محدود لا يعلم حدوده إلا الله سبحانه وتعالى من الأركان المتناظرة. لنأخذ مثالا آخر. يقول تعالى: لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. هذا النص مكون من 42 حرف مرسوم. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون، أيضا مكون من 42 حرف مرسوم. والتناظر واضح، التناظر بين هذين كان واضح وضوح الشمس وسط النهار. يعني حينما يقول سبحانه وتعالى: لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل، طلب هم يطلبونه. لننظر الإجابة على هذا الطلب والنتيجة. فلما كشفنا عنهم الرزة إلى أجل هم بالغوا إذا هم ينكثون. الآن هذا الركن الثاني الذي يدخل مع الركن الأول في مسألة واحدة نراه الركن الأول في مسألة أخرى. فلما كشفنا عنهم الرزة إلى أجل هم بالغوا إذا هم ينكثون، 42 حرف. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا، أيضا مكون 42 حرف مرسوم. التناظر واضح بين هذه الأركان. نرى كيف أن هذا التناظر في المعنى والدلالات ينعكس تناظرا في مجموع الحروف المكونة لهذه الأركان. ولنأخذ مثالا آخر. يقول تعالى في سورة هود: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. هاي 38 حرف. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، 38 حرف. الآن لننظر إلى العبارات الجزئية داخل هذه الآية الكريمة. أم يقولون افتراء، 14 حرف. قل فأتوا بعشر سور، 14 حرف. فإن لم يستجيبوا لكم، 15 حرف. فاعلموا أنما أنزل، 15 حرف. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون، 64 حرف. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، أيضا مكون 64 حرف. يعني هنا أخذنا هذه الآية، يعني نصا هذه الآية مع آية أخرى في سورة هود. يعني فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون، هذه هود الآية 14 تكون من 64 حرفا. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، هود 16 تتكون أيضا من 64 حرفا مرسوما. أيضا نرى هناك عبارات داخل هذه المسألة: وأن لا إله إلا هو 13 حرف، فهل أنتم مسلمون 13 حرف، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار 32 حرف، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون 32 حرف. لنأخذ مثالا آخر تتجلى فيه هذه القضية أيضا. يقول سبحانه وتعالى: واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب. يوسف 25. هذه الجملة مكونة من 45 حرفا مرسوما. قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، 44 حرف. التفاضل هنا واضح. الركن الأول
يلقي الضوء على حقيقة المسألة كما حدثت، والركن الثاني يلقي الضوء من الزاوية التي افترتها امرأة العزيز. واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب. هنا تصوير إلهي للمسألة كما حصلت. الركن الثاني كما قلنا يلقي الضوء على ذات المسألة ولكن من الزاوية التي افترتها امرأة العزيز. قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. ويتجلى الإعجاز العددي بأن هذا التفاضل في المعنى والدلالات ينعكس تفاضلا في مجموع الحروف المكونة لهذين الركنين. لذلك: واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب، تتكون من 45 حرفا. قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، تتكون من 44 حرفا مرسوما. وقبل أن ننهي هذه الحلقة أود أن أقف عند المسائل المتناظرة التالية. كيف أن الركن الأول فيها يلقي الضوء من الزاوية التي يسأل منها البشر، والركن الثاني يلقي الضوء على الإجابة من الزاوية التي يعلمها الله سبحانه وتعالى ويأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يجيب هؤلاء البشر. يعني بمعنى نحن أمام ركنين متفاضلين. الركن الأول يلقي الضوء على المسألة من الزاوية التي تسأل منها البشر، الركن الثاني من الزاوية التي يجيب الله سبحانه وتعالى إجابة مسبوقة بكلمة قل، حيث يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يجيبهم بهذه الإجابة. ويسألونك عن الروح، تتكون 14 حرف. قل الروح من أمر ربي، 15 حرف. نلاحظ التفاضل. أيضا ويسألونك عن الجبال، 15 حرف. فقل ينسفها ربي نسفة، 16 حرف. التفاضل أيضا واضح. يسألك الناس عن الساعة، 17 حرف. الإجابة: قل إنما علمها عند الله، 18 حرف. انتهى وقت الحلقة أيها الأخوة المشاهدون. إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، أدعكم برعاية الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.